السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف السابع، درسنا لليوم بعنوان مكونات سطح المكتب. لكن قبل أن نتعرف على مكونات سطح المكتب، سوف نتعرف أو أذكركم بمفهوم سطح المكتب. كما تلاحظون أمامكم الشاشة التي أمامنا تعرف بسطح المكتب. سطح المكتب هو الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 7. إذن سطح المكتب هو الشاشة الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 7. أما الآن سوف نتعرف على أهم مكونات سطح المكتب. من أهم مكونات سطح المكتب كما تلاحظون، أولاً الأيقونات المشار إليها بالرقم 1، ثانياً شريط المهام كما تلاحظون المشار إليه بالرقم 2، و3 زر إبدأ. إذن من أهم مكونات سطح المكتب، أولاً الأيقونات كما تلاحظون لدينا مجموعة كبيرة جداً من الأيقونات، ثانياً شريط المهام، وثالثاً زر إبدأ زر ستارت. سوف نتعرف على هذه المكونات بالتفصيل. سوف نتعرف الآن على مفهوم الأيقونات. الأيقونات أعزائي الطلاب هي عبارة عن صور بأشكال مختلفة يرمز كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين. إذن الأيقونات تعرف على أنها صور بأشكال مختلفة يرمز كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين. إذن أعيد، الأيقونات هي صور بأشكال مختلفة يرمز كل منها إلى برنامج أو مجلد أو ملف معين. ما هي أهم الأيقونات الرئيسية الموجودة على سطح المكتب؟ أولاً أيقونة جهاز الكمبيوتر، ثانياً أيقونة سلة المحذوفات، ثالثاً أيقونة المجلد ملفات المستخدم، ورابعاً أيقونة الشبكة كما تلاحظون. إذن أعيد، أهم الأيقونات الرئيسية التي توجد على سطح المكتب: أيقونة جهاز الكمبيوتر، أيقونة سلة المحذوفات، أيقونة المجلد ملفات المستخدم، وأيقونة الشبكة. سوف نتعرف الآن على أيقونة جهاز الكمبيوتر. تعرف بأنها الأيقونة الأساسية في نظام الويندوز، وتحتوي على الأيقونات الخاصة بمشغلات الأقراص الصلبة والمدمجة. إذن أيقونة جهاز الكمبيوتر هي الأيقونة الأساسية في نظام الويندوز، وتحتوي على الأيقونات الخاصة بمشغلات الأقراص الصلبة والمدمجة. كما تلاحظون عندما ندخل على أيقونة جهاز الكمبيوتر نلاحظ أن هنالك مجموعة من محركات الأقراص الثابتة مثل محرك السي والدي والإي، وعندما نقوم بالضغط على هذه المحركات تظهر لنا محتويات القرص. كما تلاحظون تظهر لنا محتويات القرص من ملفات ومجلدات. إذن عندما ندخل على أيقونة جهاز الكمبيوتر تظهر لنا مجموعة كما تلاحظون مجموعة من محركات الأقراص، وبداخلها مجموعة من الملفات والمجلدات. أعزائي الطلاب، من الأيقونات الرئيسية الأخرى على سطح المكتب أيقونة سلة المحذوفات. سلة المحذوفات عند حذف أي ملف أو مجلد يذهب إلى سلة المحذوفات، لكنه لا يحذف نهائيا، مما يسمح لنا باستعادته مرة ثانية إذا قمنا بحذف الملف أو المجلد بطريق الخطأ. أما عندما نقوم بإفراغ سلة المحذوفات عندها سيتم حذف محتوياتها جميعا وتصبح فارغة، وعند وقتها لا يسمح لنا باستعادة تلك الملفات. أعزائي الطلاب، عندما نريد أن نحذف أي ملف قمنا بحذفه عن طريق الخطأ فإننا ندخل كما تلاحظون إلى سلة المحذوفات ريسايكل بن ونضغط على الملف الذي نريد
الملف الذي نريد استعادته ونضغط على ريستور كما ستلاحظون لاحقا. كما تلاحظون أمامكم، عندما دخلت على أيقونة سلة المحذوفات وأردت إعادة مثلا ملف النظافة، أريد استعادته مرة أخرى لأنني قد قمت بحذفه عن طريق الخطأ مثلا، أضغط على ريستور، هنا يقوم باستعادة الملف الذي قمت بحذفه عن طريق الخطأ. من الأيقونات الرئيسية الأخرى ملفات المستخدم أو أيقونة مجلد. هذه الأيقونة تحتوي على مجلدات لتنظيم ملفاتك مثل مجلد الموسيقى والصور والفيديو، تستطيع من خلالها تنظيم ملفاتك المختلفة في تلك المجلدات. إذا من أهم الأيقونات الرئيسية الأخرى غير أيقونة جهاز الكمبيوتر وأيقونة سلة المحذوفات، أيقونة المجلد ملفات المستخدم، حيث تحتوي على جميع المجلدات التي تستخدمها لتنظيم ملفاتك مثل مجلدات الموسيقى والصور والفيديو. والأيقونة الرئيسية الأخرى هي أيقونة الشبكة، تستخدم للتعرف إلى الأجهزة الأخرى عندما تكون مرتبطة معا بشبكة داخلية مثل شبكة منزلية أو شبكة عمل في المؤسسة. إذن أعزائي الطلاب، من أهم الأيقونات الرئيسية التي تكون موجودة على سطح المكتب أيقونة جهاز الكمبيوتر، أيقونة سلة المحذوفات، وأيقونة المجلد ملفات المستخدم، وأخيراً أيقونة الشبكة، وهي أيقونة تستخدم للتعرف إلى الأجهزة الأخرى عندما تكون مرتبطة معاً بشبكة داخلية مثل الشبكة المنزلية أو شبكة عمل في مؤسسة ما. أعزائي الطلاب، الآن سوف نذكر الأعمال التي يمكن تنفيذها على الأيقونة. منها أولاً اختيار أيقونة عن طريق النقر كليك، حيث تظهر بلون مختلف عن باقي الأيقونات، أو ترتيب الأيقونات، يمكن الترتيب حسب الاسم أو الحجم أو النوع أو تاريخ التعديل. أيضاً من الأعمال الأخرى تغيير مكان الأيقونة عن طريق السحب والإفلات، الضغط المستمر على زر الفار الأيسر والذهاب إلى المكان المراد نقله وإفلاته، ورابعاً تشغيل البرنامج عن طريق النقر المزدوج دبل كليك. إذن أعيد، سنقوم بشرحها عن طريق الصور بعد الانتهاء من إعادتها مرة أخرى. الأعمال التي يمكن تنفيذها على الأيقونة، أولاً اختيار الأيقونة عن طريق النقر كليك، حيث تظهر بلون مختلف عن باقي الأيقونات. ثانياً ترتيب الأيقونات، يمكن الترتيب حسب الاسم أو الحجم أو النوع أو تاريخ التعديل. تغيير مكان الأيقونة عن طريق السحب والإفلات، الضغط المستمر على زر الفار الأيسر والذهاب إلى المكان المراد نقله وإفلاته وإفلات زر الفأرة، وتشغيل البرنامج عن طريق النقر المزدوج دبل كليك. تلاحظون أمامكم في الصورة، عندما أريد مثلا اختيار أيقونة ما، مثلا اختيار أيقونة جهاز الكمبيوتر، عندما أريد اختيارها فقط أنقر عليها مرة واحدة. أما عندما أريد أن أقوم بتشغيل أيقونة جهاز الكمبيوتر فإنني أنقر عليها مرتان دبل كليك حتى أتمكن من الدخول عليها. أعزائي الطلاب، أما ترتيب الأيقونات على سطح المكتب فلها خطوات. الخطوة الأولى أقوم بالنقر على زر الفار الأيمن على أي مكان فارغ على سطح المكتب، فتظهر القائمة التي أمامنا وأختار منها أمر باللغة العربية فرز حسب أو باللغة الإنجليزية sort by. إذن أولاً أنقر على زر الفار الأيمن في أي موقع فارغ على سطح المكتب، ثم أقوم، تظهر أمامي قائمة أقوم باختيار الأمر فرز حسب
أو ما يسمى باللغة الإنجليزية sort by، فتظهر قائمة صغيرة منها أختار الترتيب المطلوب من القائمة التي ظهرت أمامي، إما حسب الاسم name أو حسب الحجم size أو حسب نوع العنصر أو تاريخ التعديل. إذن حتى أقوم بترتيب الأيقونات على سطح المكتب، أنقر زر الفأر الأيمن في أي موقع فارغ على سطح المكتب، أقوم باختيار أمر فرز حسب أو sort by في اللغة الإنجليزية، ثم أقوم باختيار الترتيب المطلوب من القائمة التي ظهرت أمامي، إما حسب الاسم أو حسب الحجم أو نوع المصدر أو تاريخ التعديل. أما تغيير مكان الأيقونة كما تلاحظون، فقد قمت بتغيير مكان أيقونة جهاز الكمبيوتر عن طريق السحب والإفلات. سوف نتعرف الآن على المكون الثاني لسطح المكتب. المكون الثاني أعزائي الطلاب هو شريط المهام، هو شريط الممتد أفقياً أسفل سطح المكتب كما تلاحظون أمامكم. ماذا يظهر على شريط المهام؟ يظهر عليه بعض الأدوات للتحكم في الوقت والتاريخ والصوت واللغة وبعض الأيقونات المختصرة لبعض البرامج. إذن تظهر عليه أدوات للتحكم في الوقت والتاريخ والصوت واللغة وبعض الأيقونات المختصرة لبعض البرامج والأيقونات المصغرة للبرامج التي يتم تشغيلها حالياً. وأخيراً أعزائي الطلاب زر إبداء ستارت كما تلاحظون أمامكم. ويعرف أعزائي الطلاب زر إبداء ستارت بأنه زر يظهر أسفل سطح المكتب على شريط المهام، وعند النقر عليه تظهر قائمة يتم التعامل معها عن طريق الفأرة. إذن زر إبداء ستارت هو زر يظهر أسفل سطح المكتب على شريط المهام، وعند النقر عليه تظهر القائمة ويتم التعامل معها عن طريق الفأرة. وكما تلاحظون أعزائي الطلاب، فعند النقر على زر إبدأ ستارت تظهر بعض القوائم الرئيسية أو القوائم الفرعية التي أستطيع إظهارها باستخدام الفأرة. إذا عند النقر على زر إبدأ إصدار تظهر محتوياتها من القوائم الرئيسية أو القوائم الفرعية التي أستطيع التنقل بينها باستخدام الفأرة. أعزائي الطلاب، هكذا نكون قد انتهينا من درس مكونات سطح المكتب. المطلوب منكم القيام بحل أسئلة الدرس الواردة في صفحة رقم 47 و48 ورسالها لي. أشكركم طلابي على حسن الاستماع، ألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.